شرفت اليوم السلام والحديث مع صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود نيابه عن زملائي المنتخب السعودي للعلوم والهندسه في ايسف 2022. كان شعور يدعو للفخر والسعاده، وكان سمو ولي العهد متحمس وسعيد جدا لحضور المنتخب السلام عليه اليوم في جده في الديوان الملكي. الصراحة أشعر بالفخر كوني مواطنة سعودية تحت إدارة حكيمة تهتم بالموهوبين وتدعمهم. يعتبر شرف كبير جداً أن كان في لقاء مع سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. أشعر بالمسؤولية والأمانة تجاه هذا الوطن العظيم، وأشكر سمو سيدي على منحنا من وقته الثمين، وإن شاء الله هذا أول إنجاز ونعدكم بالمزيد من التقدم. طبعاً شعور مرة جميل، هذا اللقاء يدل على شيء، فهو يدل على حرص سمو ولي العهد على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين. عني وعن زملائي أنه إحنا قدرنا أنه يلاحظنا سمو محمد بن سلمان. حقيقة شعور لا يوصف أني أقابل شخص ملهم مثل سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان. يعني هذا ملهمنا، هذا قائدنا أن نقابله ويكون هو فخور فينا وفخور بالإنجاز اللي سويناه حنا في معرض الدولي آيسف 2022. صراحة ما في كلمات تصف شعوري وشعور كل زملائي. عني وعن زملائي أنه إحنا قدرنا أنه يلاحظنا سمو محمد بن سلمان. شعور لا يوصف، يعني في 12 مليون كلمة في العربي ولا أجد الكلمات اللي تعبر عن شعوري يوم وقفت أمام سمو ولي العهد وسلمت عليه وصافحته. حنا جيل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جيل رؤية 2030، وبإذن الله هذه ليست النهاية، بالبداية القصص أعظم وأكبر بإذن الله. حنا وطن طموح ووطن مزدهر ومجتمع حيوي، وبإذن الله دائما نحقق لوطننا الأفضل ونمثل وطننا في المحافل الدولية وننجز إنجازات على مستوى العالم بإذن الله.